السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعون فيها. والمحم يؤكد الاستعداد للمشاركة في الحوار ويقول إن الخطاب السياسي المعارض هبط إلى أدنى مستوى. باحثون يناقشون في ندوة بنواكشوط واقع أدب الأطفال في العالم العربي ويستعرضون أبرز التحديات التي تواجهه. أحياء في مدينة العيون عاصمة ولاية الحوض الغربي تشكو العطش ومواطنون يدعون السلطات إلى توفير المياه. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عبر رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد والمحام عن الاستعداد الكامل للانخراط في الحوار السياسي الذي أعلن عنه الرئيس الموريتاني محمد ول عبد العزيز خلال خطابه الأخير في مدينة النعمة، وقال إنه سينطلق في غضون 3 أو 4 أسابيع. وقال والمحام خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط إن الاتحاد من أجل الجمهورية كان جاهزا ومستعدا في كل مرة للحوار. وأنتهز الفرصة ليعلن جاهزيتنا كحزب للانخراط في هذا الحوار اللي أعلن عنه الخطاب، واستعدادنا الكامل فيه وفي الوقت المناسب واللي يحدد، وأن جاهزيتنا كانت دائما خالقة. احنا دائما تعودنا أن ندخلوا في سلسلة جلسات محضرة للحوارات، وبالتالي ظلت قيادة الحزب هون ولجانه جاهزة كاملة ومحضرة ملفاتها كاملة للدخول في أي جلسة وطنية وأي حوار وطني من شأنه أنه يرسخ الديمقراطية في ذا البلد وينظف الحياة السياسية فيها ويؤسس الديمقراطية متجذرة وخالقة نضاهي بها أعرق الديمقراطيات في العالم. واستهجن والمحام ردود فعل المعارضة واصفا إياها بأنها هبطت بالخطاب السياسي إلى أدنى مستوى، مضيفا أنها اتسمت بالتحامل ومؤكدا أن الأغلبية لن تنزل لذلك المستوى. استهجن بالمناسبة ردود فعل المعارضة اللي عدلت واللي للأسف هبطت بمستوى الخطاب السياسي إلى أدنى مستوى، واللي دور تعود تابعته يامس ونامس اللي كان فعلا يعبر عن انزعاج كبير، كان يعبر عن تشنج كبير واضح، ولا قدوا يعودوا يملكوا السيطرة على عباراتهم. تابعتهم حق عنكم لكن يقولوا قياديين من أحزاب رئيسية في المعارضة من عبارات التحامل، يقال ذلك مؤكد لهم ومؤكد لكم انه ماهو لا يخلينا ننزلوا لذاك المستوى من تدني الخطاب السياسي، ولا لا نقبلوا بين اللي كاصرين لهم ولا نختاروا ذاك اللي كاصرين لهم ننقعوا فيه. نختاروا دائما ننطروا لفوق وننطروا بالخطاب السياسي لانه يرقب وانه يتعالى وانه يعود فوق ذيك التعابير الجارحه وفوق الاحقاد وفوق الضغائن وفوق الإحباطات اللي نحن ما لنا سبب فيها. قال الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة صالح والحنن إن المنتدى غير معني بالحوار السياسي المرتقب الذي أعلن عنه الرئيس الموريتاني ما لم يقدم النظام ضمانات كافية. جاء تصريح والحنن خلال مسيرة نظمها المنتدى في العاصمة نواكشوط طالب خلالها بالعدالة والتناوب السلمي على السلطة. نتابع المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة إلى الشارع من جديد في مسيرة هي الأولى بالعاصمة نواكشوط بعد خطاب الرئيس الموريتاني الأخير بمدينة النعمة. الحوار السياسي والموقف منه والتعديل الدستوري والتعبير عن رفضه كان الحديث عنهما حاضرا في شعارات المشاركين بالمسيرة وفي تصريحات القادة المعارضين. لأن مهروا لي شعروا ولا ندوروا لأن تجربتنا مع ولا عبد العزيز ذاك الفات عدل من أشبه الحوارات معروفة
حتى ذاك اللي عدل منها ولاه ولا يبلغ بعد عقب تنكر له في كل الفترات. حد ذنبته ما تقد مدت وشي معاه شهر حوار سابق ما فاتت أكدت انه وعد شيء لا يفوت موريتاني ولا يقدم موريتاني ولا يحل مشاكل موريتاني. وتحدث قادة المنتدى عن قضية الاسترقاق والعبودية ردا على ما اعتبروه مساسا بإحدى مكونات المجتمع الموريتاني، مؤكدين على الوحدة والتماسك والانسجام. يا قال نعتار نقول لكم على الاحراطين كانوا وما زالوا وداروا يتموا وهما جوهرة الشعب الموريتاني وهما نعمة الشعب الموريتاني. ونختار نقول محمد بن عبد العزيز اللي ينجرع ويوقف في الوادي ويقول هما الحراطين شنوما الحراطين هما. وكان الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز قد أكد خلال خطاب ألقاه بمدينة النعمة قبل أيام أن الحوار سينطلق في غضون 3 أو 4 أسابيع، وأن الباب مفتوح أمام المعارضة للتقدم بمطالبها. وهو ذاته الخطاب الذي اتهم فيه الرئيس قادة المعارضة بأنهما أعداء للوطن وللشعب، كما أكد أنه لن يكون عقبة في وجه ترسيخ الديمقراطية، لكن المعارضة لن تكون البديل لأن الشعب أغلق الباب أمامها. ومعنا في الاستوديو تراد والزيد الأمين العام لحزب الإصلاح، أحد أحزاب الأغلبية في موريتانيا. أهلا وسهلا بك. شكرا. المنتدى يطالب بتقديم تصريح رسمي من الرئيس يكون واضحا بخصوص المأموريات، هل يستجيب النظام لهذا الطلب؟ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم. الرئيس كان واضح في خطابه، قال عنه لن يكون عقبة في وجه الديمقراطية، كررها وقال لن أكون عقبة في وجه الديمقراطية. من مطلوب من الرئيس غير هذا؟ قال صراحة نهارا شهارا أمام الملأ وأمام الناس أنه لن يكون عقبة أمام الديمقراطية، قالها وكررها أنه لن يكون عقبة أمام الديمقراطية. شيء ضمانات فوق هذه المطلوبة بخصوص المأموريات؟ تصريح بخصوص المأموريات هذا ما يطلبه المنتدى. لا لا، المنتدى لا يدير إلا العربة أمام الحصان. إذا وقت ما تلحق رئيس منتخب مزات 3 سنوات مرحلته، ما 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 فات ما فات ما قال عنه لا يبغى مأمورية ثالثة ولا رابعة ولا خامسة، قال أعلنوا لن يكون عقبة أمام الديمقراطية. الوقت ما يصل لي الحل، أنا ما نعرف الناس الخالعة شنو عنده تخوف، غير الناس طابع للاستبدال والناس طابع لظلم في نظيم البائدة اللي كنا نعيشه هنا. يعني جات اليوم نظام ديمقراطي ورجل وطني ولا يجيب لي موريتان عتلاهي همها توقف عقبة أمام مسيرة البناء ومسيرة الديمقراطية. لن ما لا حد يوقفهم قدام مسيرة البناء ولا لا يوقف حد هم قدام مسيرة البناء. المسيرة متواصلة وماشية قدام ونحن إلى الأمام سائرون إن شاء الله لبناء موريتانيا ديمقراطية موحدة للجميع إن شاء الله. نعم، المنتدى طالب الرئيس الموريتاني بالاعتذار عن تصريحاته بخصوص الاسترقاق باعتبارها تسيء إلى شريحة مهمة من شرائح المجتمع الموريتاني، كيف ترون ذلك في الأغلبية؟ أنا قاعد نختار نعرف هاي الناس اللي في المعارضة. انت عاد تتكلم عن العبودية والله تتكلم عن الاسترقاق، وما لها كانت يامس في نظيمة وكانت تتأيد الاستعباد والاسترقاق. نين عاد اليوم الاسترقاق مات لخال وقضى عليه محمد عبد العزيز بإرادته السياسية، ونين عاد اليوم اتياها عنده آلية وسياسة واضحة لمكافحة اثار الاسترقاق اللي هي المشكلة الحقيقية اليوم نعانوا منه. محمد عبد العزيز ما قال كلمة الحراطي في مثل حسان الشايع عن مسكين عن مشكلته في مؤخرته، إذا مثلا حسن الشعبي تعرفوا الناس كاملة وما حدد شريحة معينة. قاع عن هذا من أسباب التخلف، يعني يا الله يخلق وعي مدني ويا الله يخلق تنظيم الإنجاب وتنظيم الولادة، وهذا قاع سولوا عنه القابلات اللي عندهم جمعيات وسولوا عنه المجتمع المدني اللي واحد يعبئ الناس يوميا. لماذا ما تعود ردة فعل المجتمع المدني اللي يعبئ الناس يوميا اللي عنهم يا الله ينظموا الولادة؟ إذا قال رئيس الجمهورية يعني يا الله تنظيم النسل، هذا عن يعني وعي مدني درجة عالية من وعي المدني. إن يعود الرئيس رئيس الجمهورية يتوالي هاي المسؤولية يا الله نشكره عليها كامل، ولا فهم شريحة حددها رئيس الجمهورية ولا اسمها بشي سوى شنو، ومن واحدين خطابهم فلس سياسيا وعادوا متباركين لا يلعبوا عليه الخطاب الشرائحي. هذا ما قطوا عاد يتكلموا عن العبودية ولا قطوا عاد يناظروا على الاستعباد. نعات اليوم العبودية ما تتخارج الخارج لا مخلفاتها وعندها ترسالة قانونية وذلك رادعة
وندارت في الدستور وعدلت لها محاكم خاصه وعدت الدوله جاده في مكافحه مخالفات الاسترقاق وعدلت وكاله التضامن وعدل صندوق الدعوه والتنميه ومفاوضه حقوق الانسان واللجنه الوطنيه لحقوق الانسان. عادوا هم اليوم اتياها هامهم يتاجر بالقضاء، ما تلحد متاجر هون بحد، لا تلحد متاجر بينا. احنا عندنا مشكله قالوا مخالفات الاسترقاق، وهم اراده سياسيه صادقه وجاده من رئيس الجمهوريه محمد عبد العزيز، ونحن ماشيين فيها الى الامام. او ناس ما قطعوا يتكلموا عن الاسترقاق، هذا الطاري طلع لهم شنو؟ هم كانوا يامس 16 كانوا يقولوا. نعم، رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية اعتبر أن المعارضة هبطت بالخطاب السياسي إلى أدنى مستوى ويتهمها بالحقد والضغينة، أليس في الاتهام تناقض مع الدعوة إلى الحوار؟ ما في تناقض، الدعوة واضحة وجهها رئيس الجمهورية الحوار وقال الناس يلا جي الحوار، وأعلن بعد 3 أسابيع لأربع أسابيع يبدأ حوار وطني حقيقي شامل، وأعلن أنه مفتوح قدام الناس كاملة يلا جي فعلا كما قال رئيس الاتحاد الجمهوري سيد محمد المحام، المعارضة عنها هبطت خطاب شور مستوى ديني حتى عتهم تفرق المجتمع وتقول عن رئيس الجمهورية عن يستهدف شريحة من مجتمعه. الجمهورية هو اللي هو الشريحة، ما قط قاعرة حد يعطيها أهمية ولا يعطيها قيمة ولا يدافع عنها ولا 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 ولا, 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 ولا يعطيها قيمة كبيرة ويعدلها مشاريع حقيقية وهامة وهادفة. ما هو محمد عبد العزيز اللي قط خلق سابق شنو؟ اللي قط عند حد شعدلهم شنو؟ حقيقة كون تقول معارضة اللي يبرى عنها معارضة وعلنها تمثل الشعب تقول عنها اليوم تصبح تنزل بالخطاب شور، هذا المستوى من الهبوط، هذا مستوى دني حتى وردي حتى مول. وصدق سيد محمد المحمد رئيس حزب الاتحاد من الجمهورية أنها هبطت. نعم، رئيس أدنى مستوى حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يعلن الاستعداد للانخراط في الحوار، والمنتدى يقول إنه غير معني بهذا الحوار، إذن مع من سيتحاور النظام؟ النظام سيتحاور مع كل وطني مستعد للحوار من أجل موريتانيا من أجل الوطن. الغير مستعدين للحوار إذن لا يريدون المصلحة لهذا البلد، لا يريدون المصلحة لهذا الوطن، رغم أنف الجميع سنجري حوارا إن شاء الله وطنيا شاملا يشارك فيه الجميع من أراد، وستتقدم موريتانيا إلى الأمام وسيكون هناك حوارا وطني حقيقي وسيطرح فيه جميع القضايا. والمحام قال كذلك أن الأغلبية ستطلق حملات لشرح مضمون خطاب رئيس الجمهورية، هل هو ردة فعل على مسيرة المعارضة وردها على خطاب الرئيس؟ المعارضة حقيقة عنها هبطت شمل الهبوط اللي مو في المستوى، وحاست إلى خطاب رئيس الجمهورية قالوا أمام الملأ وما استهدف أي شريحة، وعادوا مع خطابهم فلس برك عادوا قاضين خطاب الشرائح، ما انت عاد يتكلموا على العبوديه منين فلس خطابهم؟ لا ترى عندهم خطاب ولا ترى عندهم شيء قانع مجتمع ولا قانع اي مواطن. رجعوا اليوم اتيا عاد يتكلموا عن الاسترقاق، هم معروفين واحد واحد وتاريخهم معروف ونحن نعرفهم. هذا التشويش عدلهم المواطن العادي المواطن البسيط الموريتاني العفوي فعلا للحمله اللي قال رئيس حزب الاتحاد من اجل الجمهوريه السيد محمد المحام يجب ان تنطلق هذه الحمله، لان هناك تشويش حقيقي من ناس عندها اجنده لا تخدم الوطن ولا تخدم المواطن ولا عندها فيه مصلحه، والناس افلس خطابها ولم يعد لديها خطاب واصبحت تبحث عن 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 عن, عن ما تقوله ولكنها افلست. نعم، تراد والزيد الامين العام لحزب الاصلاح احد احزاب الاغلبيه في موريتانيا، شكرا جزيلا لك. شكرا. ناقش عدد من الكتاب والباحثين خلال ندوة في نواكشوط وضعية أدب الأطفال في العالم العربي مركزين على النموذج الموريتاني، واستعرض المشاركون في الندوة المنظمة من طرف مؤسسة بلاد الشنقيط للثقافة والتنمية أبرز خصائص وملامح أدب الأطفال وتاريخ ظهوره. بدأ الاهتمام بأدب الأطفال في المجتمعات الغربية اعتبارا من القرن 16، واستمر من ذلك الوقت في التبلور والتطور بشكل مضطرب، وزادت العناية به والسعي إلى تنويع أشكاله ومضامينه بعد الحرب العالمية الثانية، وتحديداً بعد إعلان حقوق الطفل من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال جلستها رقم 106 المنعقدة في 21 نوفمبر 1976، والتي أصدرت قراراً يجعل العام 1979 عاماً دولياً للطفل، ويدعو جميع البلدان إلى إعادة النظر في
في برامجها المكرسة لخدمة الأطفال، مع التأكيد الملح على أهمية مراعاة النمو العقلي والنفسي والاجتماعي للطفل. وسعيا إلى تحقيق هذه الأهداف، تنامى الاهتمام عبر العالم ببلورة وترقية أدب الطفولة. تعاني بعض أحياء مدينة العيون عاصمة ولاية الحوض الغربي من العطش، وتعتمد الأحياء التي تشكو العطش على العربات لنقل المياه من الأبار، ويدعو سكان هذه الأحياء السلطات الموريتانية إلى التدخل من أجل توفير المياه للمدينة والحرص على العدالة في تقسيم ما هو متوفر منها. نتابع. الملق الصباحي عادة لدى كل الموريتانيين خاصة سكان الداخل، لكن إعداده بحي بغداد بمدينة العيون يتطلب بعض الوقت في انتظار الحصول على الماء باعتباره مكونه الأساسي. ومن أجل الحصول على الماء قد يستدعي ذلك عملية استنفار داخل بيوت ساكنة هذا الحي، عملية أبطالها النساء والأطفال غالبا. وإحنا لهن عدل الزرق يا قرر ما نعمل هذا الشمس والحص، ما عندنا قطرة من الكارتية ما يطلع علينا الماء، ولا معدلة فينا العدالة. الكرتيات هون شي منهم الممرور إلي، وإحنا هادو كرتيين قال لها بغداد ما تجينا، كانت عطيتنا نهارين في السبت بالعناء. أوعية الماء وبرامله المخصصة لمياه الشبكة احترازا من انقطاعه، يحكي مشهدها أمام الحنفيات قصة هجر بين الصديقين. جفاف الحنفيات وموسمية توفر الماء جعل أصحاب عربات الحمير المزودة الأبرز للحي بمياه الآبار القريبة. موجود بادي مشورة بغداد هكو قيس واسمه دي ده ها حي الأطشان هون قيس وندور الماء يجيب بيدون 50 وقت كم شرط دي لنا؟ نجيبو بريقة يات نجيبو كفر من بريق بيدون 50 وقت. ويطالب سكان حي بغداد الجهات المعنية بالتدخل لحل مشكل المياه في حيهم أو ضخه في أوقات معلومة للجميع تمكن من الحد من العطش ولو بشكل جزئي. يواجه حي بغداد كغيره من أحياء مدينة العيون نقصا في المياه، ويجد من لا يمتلك عربة نفسه مضطرا لجر برامله بين هذه الطرقات الضيقة. محمد ناجي، قناة المرابطون، من مدينة العيون عاصمة ولاية الحوض الغربي. توجه العديد من المواطنين الموريتانيين الحالمين بالثراء السريع منذ أسابيع إلى مناطق التنقيب عن الذهب شمال البلاد بعد الحديث عن وجوده هناك، وفيما يحكي العديدون هناك قصصا على الجهود المضنية التي بذلوها في سبيل الحصول على كنز لا يزال مفقودا بالنسبة للكثيرين منهم، فإن آخرين يستعدون للذهاب. فريق من قناة المرابطون زار المنطقة وعد التقرير التالي. حلم واحد فقط بات يراود العديد من الموريتانيين وهو الثراء السريع، فبعد الحديث عن وجود الذهب شد البعض الرحال إلى منطقة التنقيب، والبعض يعد العدة وآخرون يفكرون بالموضوع. لكن أحدا من الحالمين لم يفكر في شكل بيئة التنقيب ولا في كيفية العيش هناك إلى أن يحصل على الذهب. منطقة تازيازت وما حولها هي صحراء شاسعة تظهر على نسق واحد، حيث ترى عينك مسيرة أيام وكأنها على مقربة منك. ففي تلك المنطقة يتجلى خداع البصر في أبهى تجلياته، ناهيك عن ندرة المياه وقلة مظاهر الحياة البيولوجية إلا من أفاعي وعقارب وشجيرات متطايرة في بعض الأماكن تعرف محليا بأتيل أو عشبة تعرف بأم ركبة. أما شكل السطح فهو سطح مستو غطته الطبيعة بفتات الحجارة في أغلب الأماكن وبسهول رملية صعبة المراس حتى على رباعيات الدفع عابرات الصحراء وتعرف بذراع. تلك باختصار بيئة عيش الباحث عن الذهب، هنا يأكلون ويشربون ويستريحون وينامون إن كان ولا بد. هاي الدولة لازل قلتنا في الصحراء قاحلة لا ماء ولا مراء، لا في شيخ خلق الرحمن ذل كان جانا خيالي. أشهر الوجبات هناك الكل يعرفها مارو ودلقان، وفيما يتعلق بالفاست فود أو الوجبات السريعة فمبسكيت سرقلة وقرتة ستكونان لك بالمرصاد، فهي المسعف عند الضرورة، وإن وجدت بعض الحاجات فبأسعار أغلى من أسعار توصف أحيانا بالغالية.
شوف رمى فيان باعهم بوش صغير 200 وقلي رمى لا رمى مرحب والبريقه هون ب 5000 بريقة الماء لك سمعت والبيدون 500 وقية سمعت لك سمعت وكيل اللحم ب 300 وهذا ما 3000. التفكير في الحصول على الذهب يأتي بالنسبة للكيس بعد تعميق التفكير في السبيل إليه، سبيل إن اجتازه عليه أن يكون محظوظا ليحصد فسيفساء الذهب بعد عناء. إلى الشأن الفلسطيني، حيث طالب تجمع اللجان الشعبية لإحياء ذكرى نكبة 68 الشعب الفلسطيني للمشاركة في المسيرة المرتقبة في 15 من الشهر الجاري تزامنا مع حلول ذكرى النكبة التي شرد فيها مئات آلاف الفلسطينيين. وتأتي ذكرى النكبة هذا العام في ظل استمرار انتفاضة السكاكين التي انطلقت مطلع شهر أكتوبر الماضي. نتابع. دعا تجمع اللجان الشعبية لإحياء ذكرى النكبة 68 الشعب الفلسطيني للمشاركة في مسيرة 50,000 مشارك نحو حواجز الاحتلال، وذلك في ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني في العام 1948. ويحيي الشعب الفلسطيني في 15 أيار مايو من كل عام ذكرى النكبة، تاريخ تهجير وتشريد مئات الآلاف من الفلسطينيين عن أرضهم لخارج وداخل دولة فلسطين، وإقامة كيان الاحتلال الصهيوني عليها منتصف مايو أيار 1948. وقالت اللجان الشعبية في بيان لها 8 مايو إن جموع الشعب الفلسطيني خاصة الشباب منهم في الضفة الغربية والقدس المحتلتين سينطلقون في مسيرة من مراكز المدن باتجاه حواجز الاحتلال في محافظات القدس، رام الله، الخليل، نابلس، وبيت لحم. وأكدت استمرار المقاومة الشعبية في وجه الاحتلال ودعم انتفاضة القدس بكل الوسائل الممكنة التي ستحفظ للشعب الفلسطيني نيل حقه في الحرية والاستقلال. وتشمل أحداث النكبة احتلال معظم أراضي فلسطين من عصابات الحركة الصهيونية وطرد ما يربع عن 800,000 فلسطيني وتحويلهم إلى لاجئين كانوا يشكلون آنذاك حوالي نصف الشعب الفلسطيني، ليتجاوز عددهم الآن قرابة 5 ملايين لاجئ يعيش معظمهم في مخيمات الشتات في الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المضيفة لهم. رياضيا، في هذه النشرة يعتبر المدرب بيراماغاي من أبرز المدربين الموريتانيين ومن أقدمهم في عالم التدريب، وقد توجت مختلف الأندية التي تولى تدريبها ببطولة الدوري الموريتاني لكرة القدم. نتابع. شيخ المدربين الموريتانيين وأكثرهم خبرة ومعرفة بخفايا كرة القدم الموريتانية يلقبونه بأبي البطولات أينما حل، يضيف لسجله لقبا جديدا. بيراماغاي اسم تعرفه الرياضة الموريتانية جيدا ويعرفها أكثر المدربين المحليين قدرة على فك طلاسم أي لقاء معقد، يقرأ ما وراء أقدام لاعبيه من أي تحركات، يتقن جيدا عملية فهم خصمه المعقدة بعد انطلاق صافرة حكم اللقاء. يقال إن شوط اللقاء الأول خاص باللاعبين وشوط اللقاء الثاني من تخصص المدربين، لكن الشيخ يجمع بين الاثنين، لا ينتظر الشوط الثاني حتى يطمئن على مجريات شوطه الأول. درب عديد الفرق الموريتانية، يعرف عقلية اللاعب الموريتاني أكثر من غيره. قال سابقا إن مشكلة منتخب بلاده ليست في المدرب المحلي، لأنه لم يجد من الوقت الكافي ومن الدعم اللازم ما يخول له صناعة المجد مع منتخب بلاده، ولذلك وجب رفع الأقلام عن المدربين. بيراماغاي طيلة المباراة ومهما كانت نتيجة فريقه يبقى جالسا في مكانه، وآخر لقاء له أمام أفسن وذبوه دخل إلى ظرف تبديل الملابس وقال لعناصر تشكيلته: إن أردتم الفوز ببطولة الدوري فأنتم قادرون لأنكم الأفضل، وإن أردتم خسارة البطولة فقد قدمتم هدية لخصمكم لا يستحقها وأنتم في أمس الحاجة إليها، ولكم كامل الحرية في الشوط الثاني. وفعلا فاز فريقه. بيراماغاي قليل الكلام كثير الخطط، يجس بخطواته البطيئة نبض خصومه. أول لقاء له في الدوري هو نسخة طبق الأصل من آخر لقاء له في الدوري، سر قوته هو عدم الاستهزاء بخصومه. إنه باختصار دهية عصره في المجال التدريبي، حتى قال فيه البعض:
إن بطولة الدوري الموريتاني أقل حجما من مخيلة أفكاره. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. والمحام يؤكد الاستعداد للمشاركة في الحوار ويقول إن الخطاب السياسي المعارض هبط إلى أدنى مستوى. باحثون يناقشون في ندوة بنواكشوط واقع أدب الأطفال في العالم العربي ويستعرضون أبرز التحديات التي تواجهه. أحياء في مدينة العيون عاصمة ولاية الحوض الغربي تشكو العطش ومواطنون يدعون السلطات إلى توفير المياه. يمكنكم مشاهدينا متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. دمتم في أمان الله.